قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني فبسبب إضلالك لي، وكأن ربنا يعني أضله وهو مظلوم، ما أنت اللي تكبرت عن الانصياع لأمر الله. فبما أغويتني، هل ربنا أضلك وأنت تستحق الهداية؟ حاشا وكلا، لأن الله حكم عدل. لكن زي ما قلنا مرارا وتكرارا، ما دمت سائر في طريق الضلالة فتتيسر لك سبل الضلالة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. والعكس بقى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فواحد ماشي في طريق المعصية وعمال يدور على الرفقة السيئة، وحابب الأجواء اللي فيها معاصي، وبيتصل بالتليفون وبيسعى عشان يوصل لها، ده ربنا يهديه ولا يضله؟ يضله، لأنه ما سعاش إلى أسباب الهداية. وهديناه النجدين، ربنا عرفه طريق الخير وطريق الشر، هو بقى اللي بيختار. فاختار طريق الخير، ربنا ييسر له طريق الخير. اختار طريق الشر، ييسر له طريق الشر. ولا يظلم ربك أحدا، بمنتهى البساطة، يعني قضية بسيطة جدا جدا. هو لما تكبر وقال أنا خير منه وما تبش إلى الله، حتى قال بعض العلماء إيه؟ قال عصى آدم وطلب التوبة فأعطاه الله التوبة، وعصى إبليس فطلب النظرة الإمهال فأعطاه الله النظرة. سبحان الله، ده لما عصي قال يا رب توب علي فتاب الله عليه. التالي بقى لما عصي قال يا رب انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. إنما لو قال يا رب توب علي كان تاب الله عليه، لكن هو لم يتب. بس يعني بقى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الآية دي لو فهمتها هتعرف العداوة الرهيبة الشديدة اللي بيكنها يكنها إبليس لبني آدم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لأقعدن للعباد على طريق الحق والهداية والإسلام، أصدهم عنه وأزهدهم فيه وأمنعهم من الولوج فيه. أي طريق مستقيم حيسير في العبد أنا حاوف وأمنعه منه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يجي العبد يزكي، وتزكي ليه؟ دي فلوس كتير، أنت ممكن تعمل بيها مشروع. فلوس الزكاة دي مش أنت بتتصدق؟ خلاص يا عم. فيقول ايه؟ خلاص بلاش زكاة، احنا بنطلع فلوس، مع ان الزكاة ركن من اركان الاسلام. يجي يصلي، يا عم انت تعبان جاي من الشغل تعبان، انت يعني مش السعي على الاولاد ده من الاجر والثواب؟ خلاص ربنا غفور رحيم، اي طريق خير يمنعه. يجي يصوم 3 أيام في الشهر، مش كفاية عليك رمضان؟ كفاية عليك، بلاش، عشان برضو يعني تعرف تتحرك وتروح وتيجي. يجي يتصدق، لا بلاش، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. أي طريق مستقيم يريد أن يدخله الإنسان يمنعه منه الشيطان، وظيفته يقعد يلف كده عليك علشان يمنعك من دخول أي طريق يرضي الله عز وجل. شايف العداوة؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي حد عايز يعمل خير حمنعه منه، لأنها عداوة مش سهلة. قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هدفه الأساسي إنك تخلد في جهنم. يبتدي معاك بقى من المعاصي، ويبتدي معاك عشان بس هدفه الشرك والكفر، لأن المعاصي بتنقص الإيمان. عايز يوصل معاك إن إيمانك يكون صفر فتكفر، معرفتش يوقعك في معاصي، مهم تدخل النار، لكن ما يهداش. روح الانتقام يعني موجودة فيه إلى يوم يبعثون، يريد أن ينتقم من بني آدم. ولذلك قال الله
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لو ما اتخذتوش عدوا قد لا تكون من الناجين. يبقى أي مشاعر سلبية تجاه العبادة اعرف إنها من تلبيس إبليس عليك، وقول لا ده أنا عارف اللي أنت بتقعد لي على الطريق المستقيم عايز تمنعني منه، فأنا أعصيك وأطيع ربي عز وجل، لأن أنت ده أنت هتوديني في داهية. عايزنا أكون من أصحاب السعير؟ طب وربنا؟ والله يريد أن يتوب عليك. حتى الآية سبحانه لسه سمعنا في صلاة المغرب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى احنا نطيع ربنا عز وجل ولا نطيع الشيطان.